السلام عليكم. عرفت ولاية البويرة منذ قليل حادثة خطيرة راح ضحية عشرات من مستعملي طريق، وهذه التفاصيل الكاملة تابع الفيديو للأخير. سجلت بولاية البويرة مساء يوم الخميس حادث اصطدام تسلسل لمركبات على مستوى طريق السيار شرق غرب بين برج باريريج والبويرة، ووقع الحادث بمنطقة العجيبة اتجاه البويرة نحو الجزائر العاصمة إثر اصطدام تسلسل ل15 سيارة وشاحنة صغيرة وكذا شاحنة وزن ثقيلة إحداها محملة بقارورة غاز البوتون. وتم تسجيل 10 ضحايا من بينهم مصابين ومصدومين، وآخرين تعرضت سياراتهم لضرر كبير، فيرجى أخذ الحيطة والحذر من كل المواطنين هناك ومستعملي الطريق.